سلام، يا رب تكونوا بخير. كالعادة أنا بصور في مضايق، زي ما قلت لكم قبل كده أنا بحاول أن أستغل كل الوقت الموجود عندي عشان أعدي الترم ده. فاحنا رجعنا لفيديو تاني جديد، المرة دي برضو هنتكلم عن التخصصات بتاع السنتين الموجودة في تركيا. لو انتم معرفتوش من عمل الفيديو، بالفعل فاضل قد ايه؟ تقريبا حوالي اسبوعين متاحين لسه على التقديم على الجامعات التركيه. التقديم على الجامعات التركيه هيقفل يوم 31/12، فلو انتوا عايزين تقدموا لسه قدامكم وقت كويس جدا تقدموا لحد دلوقتي، وعشان تضمنوا ان انتوا تقدموا وتتقبلوا اسرع وافضل تخصصات هتلاقوها في تخصصات السنتين بس. واللي هنتكلم في الفيديو ده عن تخصصين من تخصصات السنتين واللي هيكونوا سريعين وكويسين جدا ان انتوا تشتغلوا منهم بعد التخرج. لو عايزين تعرفوا اكتر عن تخصصات السنتين، عايزين تعرفوا اكتر عن اي تخصص موجود في تركيا او اي حاجه تخص الدراسه في تركيا وكمان فلوجات عن الدراسه في تركيا، فاعملوا سبسكرايب لان انا بنزل كل الحاجات دي وهنزل حاجات اكتر من كده بكتير كمان في الموسم الجاي. فتعالوا بقى نبدا واقول لكم على التخصصات بتاع السنتين اللي احنا هنتكلم عنهم المره دي. اول حاجه خليني بس اقول لكم المميزات بتاع تخصصات السنتين، وهي اول واحده بيكون مجموعهم اقل بكتير من مجموعات التخصصات العاديه اللي هي 4 أو 5 سنين. ثاني حاجه مصاريف الدراسه بتاعتهم بتكون اقل بكتير. ثالث حاجه بعد ما بتخلصوا على طول بتلاقوا الشغل مباشره، مش بتضطروا تستنوا وقت كتير زي الـ4 أو الـ5 سنين، لان الوظائف بتاعتهم بتكون مطلوبه اكتر بكتير جدا. التخصصات اللي هنتكلم عنها المره دي، اول واحد منهم هو تخصص تنميه الطفل. تخصص تنميه الطفل هو مدته سنتين بس في الدراسه بتاعته، موجود في جامعات كتير من الجامعات الموجود فيها جامعه يوزجود بوزو، تقدروا ان انتوا بعد ما تخلصوا تشتغلوا على طول. التخصص ده مسؤول عن الاهتمام بالطفل ورعايته وتطويره من اول سن سنتين لحد سن 12 سنه. عارفين لما بيكون الطفل بيعدي مثلا بصعوبه في الفهم، بصعوبه في التاقلم، بصعوبه في التركيز، بصعوبه في ان هو يفهم المواد الدراسيه اللي هو بياخدها، فبالتالي محتاج حد يساعده، فده اللي بيكون في التخصص ده اللي هو تطوير الطفل. فممكن تلاقوا شغل بعد كده كتير، سواء في المدارس، سواء في اماكن الرعايه الاجتماعيه، سواء في الملاجئ، سواء في الاماكن النفسيه اللي بيكون مسؤول عن الاطفال، وكمان في المستشفيات اللي بيكون فيها قسم خاص بالاطفال. فالقسم الشغل بتاعه كويس جدا، بعد ما تخلصوا ده تشتغلوا على طول زي ما قلت لكم قبل كده. وكمان لو انتم حابين الاطفال وحابين حاجه ليها علاقه بتاثير على المجتمع، بتطوير المجتمع، بان انتم تخلوا المجتمع احسن، فالتخصص ده هيكون مناسب قوي ليكم وهيريحكم جدا في المستقبل بعد كده. تاني تخصص هنتكلم عنه المرة دي وبرضه مدته سنتين هو الإسعاف والطوارئ. التخصص ده لما انتوا بتشتغلوا فيه بيهقلكم تشتغلوا في عربيات الإسعاف، ودي موجودة في كل المستشفيات الموجودة في العالم، وكمان في الطوارئ في غرفة الطوارئ، ودي برضه موجودة في كل الأماكن الموجودة في العالم، كل المستشفيات الموجودة في العالم. بعد ما بتخلصوا التخصص ده طبعا بتشتغلوا في المستشفيات أو في العيادات أو في المدارس أو في أي مركز طبي أو أي مركز صحي بيستخدم كلمة الطوارئ. كمان ممكن تشتغلوا في العيادات اللي بتكون موجودة في المدارس أو في أو في أي مكاتب أو في أي إدارات عادية، مثلا مبنى إداري، مبنى حكومي، أيا كان المكان اللي تشتغلوا فيه طالما في طوارئ تقدروا تشتغلوا فيه بعد كده. زي ما انتم عارفين شغل الاسعاف لا يغنى عنه، وبرده سهل ان تشتغلوا فيه وسهل ان تشتغلوا فيه لو انتم خلصتوه من هنا في تركيا. وكمان تقدروا بعد ما تخلصوه هنا في تركيا تسافروا تشتغلوا بيه في اي مكان في العالم او في اوروبا زي ما انتم حابين.
دول التخصصين هنتكلم عنهم المره دي. حبيت اخلي الفيديو سريع وبسيط. لو انتوا عايزين تقدموا على التخصصين دول هتعملوا ايه؟ لسه قدامكم وقت زي ما قلت لكم، هتنزلوا هتملوا الفورم الموجوده عندي في الديسكربشن بوكس او في الكومنت تحت. ليه؟ عشان تتواصل معاكم شركه ال اس جروب. شركه ال اس جروب هي شركه تركيه عندها خدمات كتيره جدا، ومن الخدمات اللي هي بتقدمها هي التقديم والتثبيت في الجامعات التركيه، فممكن تجيب لكم القبول بحد اقصى اسبوع بس لو انتوا قدمتم دلوقتي على اي تخصص من اللي انا قلته، اي تخصص تاني انتوا عايزينه. وزي ما قلت لكم استغلوا فرصه ان الوقت اللي فاضل قليل وقدموا على تخصص السنتين لانها كويسه وسريعه وافضل وارخص بكتير جدا. فلو انتوا حابين اي تخصص من اللي انا قلت لكم او تخصص تاني انتوا عايزينه، انزلوا قبل الفورم الموجود عندي في الديسكربشن بوكس او في اول كومنت عشان شركه ال اس جروب تتواصل معاكم وتساعدكم تحققوا حلمكم وتيجوا وتسافروا وتدرسوا في تركيا. متنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات التانية والفيديوهات اللي هتنزل بعد كده، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. الى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.